سيد عادل الكاتب السياسي من إسطنبول عبر السكايب، هل تسمعني؟ أهلا بك أهلا وسهلا. سيد عادل. إذن الانفجارات الثلاثة وقعت بالتزامن مع وصول الطائرة من الرياض التي تحمل الحكومة اليمنية الجديدة، ما الدلالات هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تحية لك. طبعا هناك أو هذه العملية الإرهابية تحمل عدة رسائل سياسية للحكومة اليمنية بأنه لا مستقبل لهذه الحكومة داخل العاصمة المؤقتة عدن بموجب اتفاقية الرياض. ثانيا أن هذه العملية جاءت لتثبت مدى فشل التحالف العربي على وجه التحديد قبيل وصول الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن. كان من المفترض أن يقوم التحالف العربي وعلى وجه التحديد المملكة العربية السعودية بتأمين مطار عدن الدولي وبتأمين العاصمة المؤقتة عدن بصواريخ الباتريوت، وأن يكون هناك ما يشبه المدينة الخضراء الموجودة في بغداد لحماية هذه الحكومة، طالما وأنه لم ينفذ الجانب الأمني والعسكري من الاتفاق، وطالما وأنه لا يوجد لقوات الدولة اليمنية أي وجود داخل العاصمة المؤقتة عدن باعتبارها تخضع لميليشيات أو لمجاميع مسلحة تتبع القوى الإقليمية وعلى وجه التحديد الإمارات. إذا هناك فشل أمني، فشل عسكري، فشل أيضا ربما في المستقبل سياسي، وهو ما لا نتمناه ولا نريده. طيب، فشل، أنت تشير إلى فشل التحالف العربي، كان من المفترض أن يقوم التحالف بتأمين مطار عدن بصواريخ باتريوت. لماذا هذا الفشل؟ هل هو بسبب تعارض الأجندة السعودية مع الإماراتية أم هناك أسباب أخرى؟ بالنسبة للسعودية لا يوجد لديها يعني مصالح من هذه الأعمال، والسعودية أنا من وجهة نظري الشخصية هي بعيدة عن هذه الأعمال داخل عدن، لأنه من صالحها أن يكون هناك استقرار في عدن وهي راعية الاتفاق السياسي. ولكن الفشل هو يعني يتحمله التحالف العربي، والسعودية هي قيدة التحالف العربي. هناك خلافات عميقة بين الأطراف المتصارعة داخل الأراضي اليمنية وعلى وجه التحديد بين الحكومة اليمنية وما يسمى بالمجلس الانتقالي أو المجلس الانتقالي. أما بالنسبة للسعودية وللإمارات فهناك استراتيجية لكل دولة على حدة. السعودية لديها استراتيجية واضحة والإمارات لديها استراتيجية واضحة، ولكن الإمارات أعلنت مؤخرا بأنها خرجت من عدن، مما يعني أن عدن عسكريا تقع تحت يعني مظلة التحالف العربي قيادة السعودية. ولكن في الواقع هذا أثبت بأن عدن ما تزال تعيش تحت رحمة الميليشيات والمجاميع المسلحة التابعة لدولة الإمارات، مما يعني أن السعودية فشلت فشلا ذريعا في المجال العسكري وفي تأمين العاصمة المؤقتة عدن قبيل وصول الحكومة اليمنية. طيب، أنت تقول وهو منطقي جدا بأن السعودية ليست لها مصلحة في هذه التفجيرات كونها راعية لاتفاق الرياض. كيف سوف تتعامل السعودية مع هذا الإحراج وهذه الهشاشة الأمنية والتي يمكن ربما أن تضرب مستقبل اتفاق الرياض؟ لدى السعودية عدة خيارات. أولا من هذه الخيارات هو دعم الحكومة اليمنية عسكريا حاليا في الوقت الراهن وعلى وجه السرعة من خلال تزويد الحكومة اليمنية بصواريخ الباتريوت في الأماكن في العاصمة المؤقتة عدن، من خلال دخول قوات الجيش الوطني إلى العاصمة المؤقتة عدن بموجب اتفاقية الرياض، من خلال إخراج المجاميع المسلحة بموجب اتفاقية الرياض. إذا سارعت الحكومة السعودية لتنفيذ الجوانب الأمنية والعسكرية على وجه التحديد في هذه خلال المرحلة أو خلال الأيام القليلة القادمة، فأستطيع القول أو أستطيع القول أنا بأن السعودية ستنجح في تنفيذ بقية الجوانب الأمنية والعسكرية. ولكن إذا ظل المشهد على ما هو عليه دون إحداث أي تغير جذري في الملف الأمني والعسكري، معنى ذلك
أنه ربما نشهد في قادم الأيام بعض الاختلالات الأمنية التي لن تؤدي إلى الاستقرار السياسي والأمني وإلى تطبيع الأوضاع، مما يحرج السعودية أكثر أمام الإقليم وأمام المجتمع الدولي ويجعلها يعني في ورطة حقيقية، وربما يخرج المشهد برمته من أيدي التحالف العربي أو من وجه على وجه التحديد من يد السعودية، وهنا ينزلق البلد إلى مربع العنف أكثر من أي وقت مضى. هناك أطراف نعم داخل الأراضي اليمنية تتصارع، أطراف دولية، إيران موجودة، لا ننسى إيران موجودة، الإمارات موجودة، الحوثي موجود، الانتقالي موجود، الجماعات الإرهابية موجودة. إذا الحكومة اليمنية والسعودية ليس لهم أي مصلحة في هذه الأعمال، بينما الأطراف الأخرى لديها مصالح. طيب سيد عادل، أنت تقول بأنه يجب على السعودية أن تتحرك بتزويد الحكومة اليمنية بصواريخ باتريوت، دخول الجيش الوطني إلى عدن، استكمال الجوانب الأمنية والشق العسكري، ولكن هذا المشهد ليس وليد اللحظة، وخصوصا أن كل ما تتحدثون عنه أنتم المراقبون بأنه كان مشهدا متوقعا. هل تستطيع السعودية القيام بكل ذلك، بتأمين الصواريخ، بدخول الجيش الوطني، بإرجاع الإبارات عن مصالحها في عدن؟ السعودية هي المتحكمة في المشهد اليمني، ينبغي أن نعترف هذه الحقيقة، ولولا الضغوطات السعودية أو الضغط السعودي على الحكومة اليمنية ما تم تنفيذ الجوانب السياسية قبل العسكرية والأمنية. الحكومة اليمنية كانت على مشارف عدن في العام 2019 تقريبا، وكانت باستطاعتها أن تقوم بتأمين العاصمة المؤقتة عدن، ولكن تم ضرب الجيش الوطني من قبل الإمارات المتحدة وما يسمى بالإمارات. اليوم السعودية إذا لم تستطع أن تتحكم في المشهد سياسيا ولا عسكريا، فعليها أن تترك الحكومة اليمنية لتقوم بواجبها القانوني والدستوري والشرعي تجاه أبناء تجاه المناطق الجنوبية على وجه التحديد والشمالية. الدولة اليمنية لديها القدرة، الدولة اليمنية منعت من دخول العاصمة المؤقتة عدن، وفي حال تم السماح للدولة اليمنية بأن تقوم بتطبيق الأمن والاستقرار، هنا ستطلب الدعم الإقليمي والدولي، وهناك أطراف إقليمية مستعدة لتساعد الحكومة اليمنية لولا وجود التحالف العربي، هناك أطراف إقليمية مستعدة لدعم الحكومة اليمنية عسكريا، سياسيا، اقتصاديا، أمنيا. إذا على السعودية أن تتحمل المسؤولية، إما أن تقوم بتأمين العاصمة المؤقتة عدن ومن ثم استكمال الملف العسكري أو الأمني، أو أن تترك الأمور تخرج عن السيطرة ومن ثم هي تكون متحملة، هي المسؤولة في نفس الوقت أو من ضمن المسؤولين عما سيحدث في عدن لا سمح الله. الحكومة اليمنية ليس بيدها الأمر في الوقت الراهن، هناك حكومة مدنية متواجدة في قصر المعاشي حاليا، هذه الحكومة ليس بيدها القرار وليس بيدها الملف الأمني والعسكري، وليست مدعومة لا بجيش ولا بقوات أمن، مما يعني أن المشهد ما يزال داخل عدن تحت رحمة المجاميع المسلحة التابعة لدولة الإمارات، مع وجود قوات التحالف وعلى وجه تحديد القوات السعودية، ولكن هذا الحدث أظهر بأن السعودية عاجزة عن تأمين العاصمة المؤقتة عدن. طيب سيد عادل، لماذا سارعت السعودية بتنفيذ الجانب السياسي قبل تنفيذ الجانب العسكري، وهناك أيضا تباطؤ في تنفيذ الجانب العسكري، ما الضغوطات التي وقعت عليها؟ مثل اتفاقية ستوكهولم، ضغط السعوديون على الحكومة اليمنية بالقبول باتفاقية ستوكهولم نتيجة لضغوطات إقليمية معروفة، مقتل الصحفي جمال خاشقجي وتم الضغط على الحكومة اليمنية بتنفيذ الجانب العسكري أو بالتوقيع على ما يسمى باتفاقية ستوكهولم بين الحكومة اليمنية والمجاميع المسلحة الحوثية. واليوم هناك ضغوطات إقليمية على السعودية دولية عفوا دولية على السعودية بضرورة يعني الإنهاء هذا الوضع القائم في المناطق الجنوبية، وأيضا ليس من مصلحة السعودية بأن تبقى هذه المناطق يعني في حالة صراع بيني أي بين الحكومة اليمنية وبين المجلس الانتقالي، لأن السعودية مستهدفة من النظام الإيراني، مستهدفة من الحركة الحوثية، وبالتالي هي تريد أقل حال أن يعني تخفف الضغوطات عليها من خلال تثبيت الأوضاع في المناطق الجنوبية، لكي تحافظ أيضا على مصالحها في المنطقة الشرقية في المهرة وفي حضرموت، ولكي تحافظ على أمنها القومي. ولذلك السعودية هنا أخطأت عندما سارعت بالضغط على الحكومة اليمنية بضرورة تنفيذ الشق السياسي. السعودية ستكون
يكون المتضرر الأول بعد الجمهورية اليمنية في حال عدم تطبيق هذا الاتفاق، لأنه لا يوجد أي مصلحة للسعودية في عدم تنفيذ أو تطبيق الأمن والأوضاع في المناطق المحررة أو في جنوب البلاد. إذن على السعودية الآن أن تتحمل مسؤوليتها السياسية والقانونية باعتبارها تحت الفصل السابع من الميثاق الأمم المتحدة تتصرف داخل الأراضي اليمنية، أن تتحمل المسؤولية وأن تساعد الحكومة اليمنية أو أن تسلم الملف للحكومة اليمنية، والحكومة اليمنية ستتصرف بقدر الإمكانيات التي هي متاحة أمامها، ستتصرف تجاه المجاميع المسلحة، ستتصرف تجاه الإمارات، ستتصرف تجاه الحركة الحوثية وداعميها الإقليميين. إذن الآن الملف ليس بيد الحكومة اليمنية، الملف بيد الملف الآن بيد الحكومة السعودية. إذن الضغوطات التي مورست على الحكومة اليمنية على السعودية أن تمارس الضغط في نفس الاتجاه على المجلس الانتقالي وعلى الإمارات بضرورة إخراج هذه المجاميع المسلحة. إذن المشهد مرتبك والملف مرتبك، والتحالف العربي من يذ جاء وهو في ارتباك لأنه لا يوجد لديه أجندة واضحة هي تحت ما يسمى دعم الشرعية، ولكن كل أهدافه يعني انحرفت وهذا واضح. ونتيجة لانحراف التحالف العربي عن الأهداف التي جاء من أجلها ها هو اليوم نرى ونشاهد ونسمع سقوط الأبرياء والضحايا، نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء للجرحى والرحمة للأبرياء الذين سقطوا نتيجة لهذا الحادث الإجرامي. نأمل ذلك. طيب سيد عادل، أنت أشرت بأن هناك أطراف إقليمية مستعدة لدخول ومساعدة الحكومة اليمنية، من هي هذه الأطراف وهل فعلا، يعني هناك سؤالين، هل من هي الأطراف وهل فعلا الحكومة اليمنية قادرة على استدعاء هذه الأطراف وهي التي تتحرك بأمر سعودي في كل خطوة من خطواتها السياسية؟ أولا هذه أنا لا أستطيع الإفصاح عن هذه الأطراف الإقليمية في الوقت الراهن، ولكن هذه الحكومة الشرعية الحكومة اليمنية هي دولة يعترف بها العالم أجمع، وهي عضو في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن الدولي، وإذا طلبت المساعدة من أي قوى إقليمية سواء من تركيا سواء من دول إقليمية في المنطقة أو سواء من المجتمع الدولي سواء من روسيا سواء من الصين سواء من أي دولة أخرى ستساعد هذه الحكومة اليمنية، لكن هذه القوى لم تتلقى أي إشارة من الحكومة اليمنية أو أي طلب رسمي من الحكومة اليمنية. الحكومة اليمنية عندما سلمت الملف الأمني والعسكري مع الأسف الشديد للسعودية هنا حصل خلل في موازين القوى على الأرض، ولو حافظت الحكومة اليمنية على الملف الأمني والعسكري منذ البداية وعدم إشراك التحالف العربي في كل صغيرة وكبيرة فيما يخص الملف الأمني والعسكري ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. ولذلك إذا لم تخرج الحكومة اليمنية من الوضع القائم وتبحث عن حلفاء إقليميين ودوليين فلا يستبعد أن يكون السيناريو القادم هو تفكيك البلد إلى مربعات أمنية وإلى ما يشبه الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن يستفيد من تفكيك البلد بكل تأكيد هو إيران والإمارات على وجه التحديد، هذين البلدين هما المستفيدان أو الحكومتين هما المستفيدتان من هذا من تفكيك اليمن. أما بالنسبة للسعودية فأنا من وجهة نظري الشخصية ليس من مصلحة السعودية أن يتفكك اليمن. اليوم إذا تفكك اليمن بحسب ما نشرت نيويورك تايمز في العام 2013 تقريبا بأن السعودية ستقسم بعد اليمن إلى أكثر من 5 دويلات، دولة طائفية طيب وأخرى سنية وثالثة. نعم. طيب بعجالة جدا، ما وجهت اتهام الحوثي بأنه وراء هذا التفجير؟ الحركة الحوثية أنا من لا أستطيع أن أوجه الاتهام للحركة الحوثية ولا أستطيع أن أوجه الاتهام للتحالف العربي. الحركة الحوثية هي مستفيدة من إرباك سياسيا، الحركة الحوثية إذا لم ينفذ اتفاقية الرياض فهي مستفيدة لكي تظهر للعالم بأن هذه الحكومة ضعيفة وأن المشهد الأمني في المناطق الجنوبية غير مستقر، وبالتالي على العالم أن يعترف بالحركة الحوثية. سياسيا من يستفيد من وراء هذه الأعمال من وراء هذه الجرائم هو المجلس الانتقالي وأيضا الحركة الحوثية ومن خلفهما النظام الإيراني والإماراتي، وصلت الفكرة. بينما يعني المتضرر هو السعودية والحكومة اليمنية. شكرا لك سيد عادل دشيلة الكاتب السياسي من إسطنبول على هذه القراءة. إذن ثلاثة انفجارات